السلام عليكم أخوتي الكرام، الله يصبحكم بالخير. أخوكم أبو محمد يصبح عليكم بالصلاة على النبي. اليوم مشوارنا على مطار أفجلر، طبعا نجي بالمترو، مترو بوس على موقف سوسيال اي بي بي. ننزل باتجاه البحر ان شاء الله. اليوم راح نجرب الصيد بهالمنطقة. طبعا الدعاءكم معنا ان شاء الله، هيك الله يفتح علينا وعليكم ويرزقنا ويرزقكم. ولنشوف اليوم نيتنا ان شاء الله بالبداية اول شيء صيد البوري، لاني هلأ موسم، واذا الله رزقنا غير شيء طبعا الحمد لله على كل حال ان شاء الله. خليكم معنا شباب. اخواني الكرام، هون المنطقة كتير حلوة والساحل كتير حلو، واليوم الحمد لله الجو كتير حلو. اليوم خميس تاريخ 5/10/2023، الساعة حاليا تقريبا يعني 9:30 10:15 الصبح. ان شاء الله نحن متوكلين على الله، بنقول يا رب وبسم الله الرحمن الرحيم. اخوتي الصيادين العرب في كل مكان في الدنيا، الله يبارك فيكم ويرزقكم ويجزيكم الخير. طبعا نحن كمان عم نتعلم منكم. سلام خاص لمعلمي واستاذي بالصيد اخوي مازن ابو محمد، وسلام لاخونا كمان ابو احمد الانصاري الله يجزيه الخير. هدول اول من حط اجرنا على هالطريق، الله يجزيهم الخير، هدول معلمينا. كنا بنشترك معنا اخونا مازن ابو محمد، بس ظروف العمل بقى، كل انسان له ظروفه. كنا بنشتريكم معنا جميع الصيادين، ان شاء الله راح يجي نهار ونشوفكم حبايبنا بكل خير ان شاء الله. خليكم معنا لنوصل على البحر. شايفين طريق، الجو حلو اليوم، ما في شوب، ما في برد، معتدل، شمس خفيفة مع شوية هواء خفيف. الحمد لله ما في هواء كتير ولا في شوب كتير. شايفين أحبابنا، الجو ما أحلى، شايفين المنطقة ما أحلاها. نحن منا دعائكم معنا إن شاء الله بالتيسير والرزق لجميع أمة محمد إن شاء الله. أي إخواتي، وصلنا للساحل البحر، هي مدينة الملاهي، منطقة كوتشوبتشك ماجي أو أفجيلار. هون في منصات متقدمة شوي بقلب المي، يعني الوقفة عليها كويسة، تختصر 20 متر أو 30 متر لقلب المي. هاي في صيادين كمان، في أخونا صياد هون واقف عم يصطاد. نشوف حظنا نحن كمان إن شاء الله. الله بيسر علينا إن شاء الله. طبعا الرزق على رب العالمين، احنا علينا نتوكل على الله ونسمي بسم الله، والباقي على الله ان شاء الله. الله يفتح علينا وعليكم بالخير باذن الله. اليوم يا شباب راح نصطاد بهالطريقه، راح
الحواشي، اسفنج، وراها الخبز. راح نزتها مشان الوزنة بنحطها في الهي ونزت في البحر مشان تلبط في الأرض تثبت، والفواشة بتطلع لفوق بتطلع السمك بياكل. تابعونا لنشوف شو بصير معنا.